ورجعنا لحضراتكم مرة تانية الهواء مباشرة، وبنبتدي دايما فقرتنا فقرة الصحافة. منورنا في الاستوديو صحفيان متميزة، الكاتبة الصحفية آمال عويدة، صحفية بجريدة الأهرام. صباح الفل، صباح الخير يا دينا، ايه الأخبار؟ الأخبار تشتعل. تشتعل صح؟ الأخبار تشتعل، عندنا طيب كم خبر كده فهنتكلم عليهم بإذن الله بالتفاصيل. ان شاء الله نبدأ على طول من جريدة المصري اليوم، الصفحة الأولى: معركة الدستور تشتعل. فعلا ده حقيقي. ناخد جماعة خبر الإخوان خبر ولا جماعة يلا؟ الإخوان إن المسلمين تتجه لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية. كان باين من زمان. طيب واحنا الشروق، قلنا الصفحة الأولى: الجميع يتبرأ من الفضيحة. الفضيحة التمويل أنهي الأجنبي. فضيحة؟ ما هو في فضايح كتير فضائح بقى. كتير. هو بصي، هو عنوان أنا عجبني بصراحة، هنتكلم عليه برضو في فكرة الصحافة. طيب المصري اليوم الصفحة الأولى: البلكيمي يستقيل من الشعب، والنيابة تطلب رفع الحصانة، والنور تعاملوا معه كإنسان ولا تهينوه. أشكركم. المصري اليوم الصفحة الثالثة: إطلاق أول نقابة لضباط الشرطة، والهدف حماية المواطن لا النظام. تفعيل قوانين تجريم قطع الطرق والسكك الحديدية. جريدة الشروق الصفحة الثالثة أخيرا: عسكر قروض الصندوق الاجتماعي الربا. عسكر مش العسكري. أوكي اوكي يلا بينا هنتكلم. نبدأ على طول من جريدة المصري اليوم ومعركة الدستور تشتعل. تفاصيل الخبر من فضلك، وآخر حاجة وصلنا لها إيه في موضوع بصي، الدستور؟ هو تفاصيل الخبر يعني خطوة من ضمن الخطوات في الاتجاه نحو الدولة التي نحلم بها أن يكون عندنا دستور. طبعا الخطوة دي كان من المفترض، ويعني واحنا مش وقت دول دلوقتي نبكي على اللي حصل، كان المفترض أن هي تبدأ مبكرا بعمل لجنة، أو يعني لجنة تشريعية لصياغة هذا الدستور. لكن بما أننا يعني في الأزمة وده حصل، أنت عندك أزمة حقيقية دلوقتي بتتراوح ما بين أن نواب مجلس الشعب والشورى بيقولوا لا فيها لا خفيها، يعني يقولوا لا 70% لا 40%، المسألة بقت في تفاصيل. وطبعا ده أعتقد أنه إحنا ما بنتكلمش في تفاصيل أساسا، لكن بمنطق بسيط جدا، أنتم أعضاء مجلس الشعب والشورى مفروض أنتم اللي هتختاروا تنتخبوا المية اللي هيعملوا الدستور. ده صحيح. إزاي أنتم يعني إزاي أنا وأنتي مفروض نختار، يعني أنا وأنتي مفروض أن إحنا هنختار رئيس اللجنة التأسيسية. المسؤول عن هذا الاستوديو مثلا اللي إحنا فيه، أوكي. إزاي أنا وأنتي نختار فبعدين أقول لا والله دينا كويسة خليها هي تمسك الاستوديو وتظبط الدنيا؟ ما ينفعش. ده طبعا. حاجة إيه بصي اللي هو اللي هي البديهيات. هما دلوقتي بيتناقشوا، الاخوان بتقول لا ايه ناخد 40% من اللجنه، النور يقولوا لا ناخد 70% تبعا لوجودنا في مجلس الشعب او الشورى. الحقيقه المفروض ان اللجنه التاسيسيه دي بتضم ناس مهتمين، تضم شباب الثوره، تضم وفي عندك تضم حوالي جميع فئات الشعب تضم المصري، إيه عمال فلاحين مش عارفه بالظبط، ايه. فنانين، فالمفترض أطباء. احنا اخترنا اعضاء هذا المجلس. فلما اقرا مثلا حد بيقول او يعني من ضمن الاخبار الموجوده انه في اتجاه للكتاتني سعد، بالظبط الدكتور سعد بالظبط، الكتاتني انه يكون يبقى رئيس. رئيس اللجنه، ما انت رئيس البرلمان، هل مصر عدمت؟ يعني احنا يعني حضرتك رائع وعظيم وممتاز واحنا ما عندناش اعتراض على شخصك الكريم، بس يعني خلاص يبقى سعد الكتاتني، دكتور سعد الكتاتني يبقى هو رئيس مجلس الشعب وهو رئيس اللجنه التاسيسيه يعني او طب التشريع وهل ده للدستور. في تساؤل برضو تاني، هل ده معناه ان الأغلبية اللي هتكتب الدستور ده المفترض يعني لجنه ممثله من جميع اطياف الشعب، وليكن منهم اعضاء من المجلس، وليكن منهم دكاتره، محامين، مهندسين، نساء، شباب، عمال، فلاحين، صناع، المفترض ان هم يمثلوا المفترض، احنا بنتكلم المفترض على المفترض. المفترض انت عندك لجنه المية دي كان مفترض ان هي تتعمل اساسا من اول ما احنا دخلنا بالظبط. في المزنق ده كانت تشتغل شغلها. لان انت عندك مثلا في معلومه انا مكتوبه انه في الدستور بتاع 23 انت عندك اوريدي هو ابتدى الناس تشتغل فيه من قبل اي كلام عن انتخابات او يعني دي حاجه مستقله بذاتها، ما بالظبط، كانش ينفع ان انت تربطها يعني ده بس وتربطها عشان بمجلس نفهم الشعب. الناس ليه ان المساله. لكن بما ان ده حصل خلاص يبقى على الاقل نمشي صح. في عندك الماده 60 بتقول انه لابد ان يكون الناس كلهم ممثلين وانه ده يتم مش عارفه بشكل توافقي و طيب ما نرجع بقى للكلام اللي اتقال في المواد الاستفتاء الدستوري، احنا هنرجع كمان نركب عليها تاني او نتجاهلها تاني؟ ما ينفعش. لا ما هو خلينا برضو نرجع للوقت زمان قوي، ساعه ما عملنا الاستفتاء بنعم ولا، وبعد كده نزل اعلان دستوري لغى كل اللي حصل ده قبل كده. طيب فيعني ما هي بقول لك هي المزنق، هي المزنق، المزنق الحقيقي ان هو كان المفروض ان انت ماشيه بخط، انت عندك خطوط، خط السكه الحديديه، ما بينفعش القطر طبعا. بيمشي على سكه اللي احنا انتخابات برلمانيه وانتخابات شورى ورئاسه، ده خط. الخط التاني انت عندك دستور بالظبط. بيمشي في حته يعني برضو مستقله، لانه مفترض ان هو يبقى مستقل، ملوش علاقه لا بمجلس الشعب ولا مجلس شورى. بس انت قلتي حاجه جميله، المفترض. طيب انا عمال اقول مفترض دي كتير، ايوه معلش بقى معلش لا اعذريني يعني. المفترض، لا خالص، اصل هي فعلا المفترض يعني المفترض اللجنه الدستور اللي مصر كلها بتحلم بيه انه يكون ممثل فيه كل اطياف الشعب المصري بكل اطيافه، النساء ده حتى. اصل الموضوع كمان ابتدى يدخل في نفق مظلم بالنسبه للستات دلوقتي،
القوانين اللي عايزين يلغوها، مين هيمثلنا ومين ومين هيمثلنا. هيتكلم ودلوقتي يمكن في حمله منتشره دلوقتي، انا شفت ستيكرز موجوده في كل حته في الشوارع دلوقتي، حق المراه في كتاب الدستور 50%، بس طبعا هيتحقق في الاحلام طبعا. 50% ده حلم، ده حلم ده كبير، ما يتحققش في مجلس الشعب ان احنا ننتخبها يعني، فده حلم كبير. بس وحطينا بدلها ورده في بعتنا ورده بس في المجلس في حاجات كده طيب اللي هو الستات ريحتهم حلوه يعني، نفسهم حلو بس مش اكتر يعني، مش طيب مش مفترض ان هم يتشاركوا في اي جزء. احنا اكيد هنفضل في معركه الدستور دي فتره طبعا، فتره فتره طويله، من الوقت، وهي فتره هي مهمه جدا. الخروج من المأزق ده ازاي يعمل تفتكري؟ بصي، الخروج من دوت لجنه يتفق عليها، لجنه فيها ناس ممكن نعتبرهم يعني نحسبهم على خير، ناس بالفعل تهمهم مصر، مش قضيه تمثيل طيار ولا انه بشتغل لحساب حد، ولا انا ممول من خليج ولا من امريكا ولا بتاع. وعندنا اسماء كتيره جدا على فكره، عندنا دكتور محمد ابو الغار مثلا من الاسماء المطروحه بشكل جيد جدا، عندنا اسماء جيده واسماء نظيفه يعني، نظيفه حتى على مستوى بس نسمع ونشوف ونعرف حاجات كده يعني، ونقرا الساحه ماشيه ازاي. صح. جريدة الاخبار الصفحه الاولى: جماعه الاخوان تتجه لسحب الثقه وتشكيل حكومه ائتلافيه. هو بس يعني، هو طبعا يعني الاخوان، احنا طبعا بنتكلم عن الاخوان، لكن احنا طبعا نقصد حزب الحريه والعداله، لانه الاخوان هي الجماعه، لكن الحزب هو الذي يمثلهم في برلمان مجلس الشعب. فيعني معلش يعني خلينا نقول ان هم الاخوان بالفعل، الاخوان. وكمان حتى ده حصل على لسان، عشان بس ما نقولش، نقول الاسم وما نقولش حاجه خطا، اسامه ياسين. اسامه ياسين اللي هو لجنه الشباب، رئيس لجنه الشباب بالمجلس، اكد او يعني قال انه البيان اللي قاله الجنزوري، دكتور الجنزوري، ياخد علامه صفر، لانه لم يقدم حلول ولم يطرح اي شيء، وما قالش اي حاجه وما عبرش عننا و و و. فبالنهايه في النهايه هم غير راضيين على اداء الجنزوري كحكومه، وبيدفعوا في اتجاه ان هو يبقى في حكومه ائتلافيه، ما اعرفش باي شكل. بس برضو الجنزوري مش لوحده يعني، هو الدكتور الجنزوري مش شغال لوحده، مش هو كده يعني ماشي بدماغه برضو يعني. ما في محددات للبلد بيحكمها مجلس عسكري يحكم المنطقه كلها. طيب يعني خلينا كمان نقول، هل بقيه الاحزاب كمان بتتجه لسحب الثقه من حكومه الدكتور كمال الجنزوري، ولا هي بس حاجه مقدمه من حزب الحريه والعداله اللي هو حزب الاغلبيه؟ حزب الاغلبيه يعني خلينا نقول لك حوالي فوق ال 50% في المجلس. بصي هقول لك حاجه، في الخبر مش موجود دوت، بس بشكل عام، بشكل عام حتى كل حاجه على مستوى الشارع، هو قد يكون الشارع شابه بعض الهدوء، في هدوء كده في الفتره اللي فاتت، هدوء حذر، لكن في الوقت الحالي انه ما فيش حد حاسس انه الجنزوري عامل حكومه الجنزوري، انا مش عايزه اشخص المساله، حكومه الجنزوري عملت حاجه فظيعه جدا. فبالتالي الاخوان مش راضيين عن الاداء، وان كان في اصوات كثيره نادت انه الجنزوري لن يقدم جديدا يعني، لانه هو الجنزوري استاذ تخطيط يعني، هو راجل على المدى الطويل، مش استاذ ازمه يعني. معرفش مع يعني ده كان تخيلنا وتصورنا، والكلام اللي اتقال على انه 30% من شركات مصر اتباعت في عهد وزاره الجنزوري، والكلام اللي اتقال على انه الجنزوري مش عارف ايه يعني، تاريخه السياسي والحواديت دي كلها، كان في عدم رضا بشكل او باخر. بس استجابه لراي الشارع اللي بيقول اسكتوا بقى اما نشوف الموضوع واهدوا عشان الراجل يشتغل، طب ما هو احنا هدينا، هل الراجل اشتغل بما يكفي ان احنا نسكت؟ الشارع ما اتكلمش تجاه الجنزوري، دلوقتي الحريه والعداله هو اللي بيتكلم تجاه الجنزوري. طيب هل تمام. لو خرج شباب، سؤالي بقى دلوقتي والله يا دينا، هل لو خرج شباب ائتلافات الثوره وعمل مظاهره ضد حكومه الجنزوري لسحب الثقه، هتلاقي الناس اللي في البيوت بتقول لك اقعدوا بقى خلي الراجل يشتغل؟ طب ما هو يا جماعه، هو الحريه والعداله وصلوا لنفس النتيجه اللي وصل لها الشارع من شهور. والله احنا بنتمنى ان بيكون في، حتى لو كان جماعه الاخوان بتتجه ان هي تسحب الثقه من حكومه الدكتور كمال الجنزوري، ولو في حكومه ائتلافيه عندها جدول زمني لتحقيق المطالب اللي الشعب عايزه، والله يعني كلنا هنرفع لها طبعا زي ما بيقولوا يعني. نأمل نأمل بس الفكره يعني نفسها، ان لما تلاقي الاتجاهات ماشيه في حاجات تانية خالص، ف ندرس اللغه الانجليزيه ولا لا، نقفل القنوات البورنو ولا لا، مش عارفه ايه الكلام ده كله، لكن الشهداء فين والقصاص فين والكلام ده كله، الحاجات دي كلها مش موجوده. هو ده يدفعنا ان احنا نتذكر المثل الذي اثار مشكله مع زياد العليمي، ان احنا غالبا بنسيب الحمار ونمسك البردان حقيقي. لا بغض النظر يعني، ما طبعا احنا في الحاله دي بنسيب القضيه الاساسيه الفقر، وبنتكلم على الاماكن مش عارفه ايه، صح، بنسيب الناس اللي عايزه تشتغل ونتكلم على اي حاجه من اللي بيقولها اخواننا السلفيين، بنسيب قضايا اساسيه وبنتكلم في فرعيات. بالظبط. انا هنا اذكر المثل لفكره انه مش هنقعد طول الوقت نسيب قضايا اساسيه واتكلم في حجم المواقع الاباحيه، وانا عندي بطاله 20 عندي بطاله وعندي فقر وعندي ناس بتقتل، الناس بتقتل بعض عشان انبوبه البوتاجاز اللي موجوده في السوق السوداء، وهي ثمانيه مش عارفه 15 جنيه او 20 جنيه، توصل ثمانيه 25 جنيه و50 جنيه يعني، في حاجات كتير قوي. بس ده بيفكرني برضو في البرلمان زمان، في وقت لجنه مكتب لجنه السياسات،
كانت نفس الاتجاهات هي يعني، كانت الناس بتتكلم في وادي وهما بيتكلموا في وادي تاني خالص، ان انا والله الفيلم ده انا حرمه، المطربه دي ما تغنيش، هي دي الازمه، هي دي هي دي القضيه، الازمه، هي دي هي دي القضيه. القضيه. يعني مع انه الحياه كلها طول الوقت انت عندك كل الاشياء موجوده، ودينك وادبك واخلاقك. انا كانت امي يعني الله يرحمها كانت تقول حاجه يعني سهله جدا، ربي عيالك وارميهم في البحر. خلاص انت ربيت، انت لو انت في البيت ربيت، انسى بقى تلفزيون وانسى مش عارفه اصدقاء السوق، لو انت مزرع الاساس صح تربيه بالظبط. فانت المجتمعات كلها فيها كل حاجه موجوده، طبعا فيها الدار العباده وفيها الشيطان، فانت بتختار ايه؟ بالظبط. اختيارك. لا والفكره نفسها احنا بقينا نحصر الدين دلوقتي في المظاهر اكتر من السلوك، فما ينفعش، ما ينفعش حتى لو كنت مسلم يهودي مسيحي، بس اخلاقك فين؟ مش لازم بتبقى. اعتقد ان احنا هنعيش فتره في مساله الشكل ولا المضمون دي، واحنا عمالين بنبني مصر الجديده. بنتمنى هو غالبا الاسهل انت بتحكمي على الانسان بشكله، مساله المضمون دي بتاخد بعض الوقت ان انت دلوقتي تحكمي. حاليا من الناس اللي موجوده والله. طيب خلينا نروح لجريده الشروق انا عاجبني، والخبر. الخبر عاجبني العنوان قوي، انا عاجبني، الجميع يتبرأ من الفضيحه. عاجبني العنوان قوي وانا لسبب، كمان استني بس، انا عاجبني العنوان قوي لسبب. الشروق عامله الصفحه بتاعتها اهي، هو يا ريت. العنوان كده، معلش بعد بص اذنك يا احمد، بص العنوان تجيب اهو، لنا العنوان كده. الجميع يتبرأ من لا من الفضيحه. الشروق، من الشروق بعد اذنكم. هو في لا الشروق خلاص خلاص تمام يعني اهو، اهو. ايوه اهو الجميع يتبرأ من الفضيحه، ما عندهوش ده في لغه الصحافه، ما عندهوش سب تايتلز، ما عندهوش هوامش. اوكي فانت تخشي تبصي ايه في عندك، ايه فضيحه اولانيه اللي هي هروب الامريكان او ايوه تهريب الامريكان لو صح التعبير، ايوه الجزء الثاني مهزله البلكيمي، الثالث بورسعيد. فالشروق بخباثه تقصد اي من فضائح الثلاثه؟ ما اعرفش، انا بحييهم على العنوان حقيقي، يعني بغض النظر هم كاتبينه والله بحسن نيه ولا مهنيه ولا وات ايفر، هم عاملين صفحه وتحت ثلاث موضوعات انا اعتقد ان هم يمثلوا الفضائح التي عشناها لمده الشهرين اللي فاتوا. الفضيحه الاولى خلينا ناخدها كده، اللي هي تهريب الامريكان بعد ان يعني علت النبره وان احنا لن نتنازل ولن نرجع ولا والحاجات نرقع والحديث والمنتجات والبيع. للضغوط والحاجات دي كلها. خرجت المساله عن ايدينا. والغريبه بقى، سيبي الحدوته دي كلها ونبص على حاجه تانية. يوم الخميس سيقف مصريون مثلي ومثلك امام القاضي عشان يحاكمهم قضية تمويل الأجنبي. والأمريكان مش موجودين. طب يا جماعة أنا كده أنا فاهمة غلط، المسألة فيها غلط. أنا فعلا في اللحظة دي برضو، خليني معلش هستدعي نفس المثل، اتفضلي. أنا سبت الحمار اللي هو الأمريكان ومسكت في البردة. معلش بقى، ما هو في ما هو في مصالح تمويل بقى، أجنبي، هي وفي اسمها مصالح بقى يا امام، فخلاص في بقى. اسمها، بصي هو حد قايل جملة لطيفة قوي، قال أنا تقريبا العوة، تقريبا دكتور عوة بيقول أنا ما عنديش مانع إن ده يحصل، بس قولي لي الثمن إيه؟ بالظبط. يعني اعرف، يعني يبقى عندي من فكره. حق المصريين يعرفوا ايه الفكره، لان احنا الكل سمعنا بيتبرأ كذا من حاجه. الفضيحه، الكل بيتبرأ من الفضيحه. المجلس العسكري بيقول لك احنا ما ضغطناش على حد، وزاره العدل بتقول احنا ما تدخلناش في الامر، خيرت الشاطر من الاخوان بيقول احنا ما لناش علاقه بالموضوع، وزاره الداخليه بتقول احنا ما مفيش طرف ثالث، سفرناهمش. مفيش طرف ثالث، طرف ثالث مفيش، ما ظهرش في مفيش، القضيه دي. لا مفيش. فانت بصي الحدوته، طب يا جماعه خلاص يبقى هما مشوا لوحديهم، امشي يا عو خلاص، ادي دي اول قضيه. طيب احنا معلش اصل لازم نهرج يا جماعه، اصل برضو المساله معلش ما هي قريبه من الحكايه قوي. ابو يعني مأساة البلقيمي، يبقى البلقيمي بقى ده الجزء الثاني من الفضيحه، هناخد الخبر اللي بعده على طول لانه يعني ثانيا، في عشان اطار نفس انا مش عايزه اخلص اخبار، بس هم بيقولوا لي خلصي وانا مش عايزه اخلص طب احنا بصراحه، خلاص بس احنا لا خلصنا يلا خلاص، بس هو جزء الفضيحه البلقيمي اتفضلي. الاجمل حاجه النور بيقول عاملوه كانسان. طب يعني امال الناس بتعامله كايه؟ ما هو احنا بنعامله كانسان، طبعا بس اكيد. هو قبل ان يكون انسان هو نائب في مجلس الشعب، الناس اختارته لانه رأت علامه صلاه ودقن، واختارته باعتباره له بيعرف علاقه ربنا بيعرف ربنا بحزب بالظبط، النور السلفي. وجربنا الناس اللي قبل كده فنجرب الناس بتوع ربنا. عندما يكذب لا، ما هو بيمثل حزبه، هو دلوقتي استقال من حزبه، لكن انا شخصيا اعتبره بيمثل لا انا حزبه. ده بيفكرني، مش هنجلده، بس الحقيقه بتقول انه هذا الرجل كذب، وكذب ايه يعني؟ مفعم في الجبروت، بالظبط، 100,000 سرقه. جنيه وضربوني يعني في الاخر طلعت عمليه تجميل، تعمل التجميل. عمليه تجميل. والغريبه انه نفس المستشفى كانت برضو اسمها جيف، المساله بتاعت ادعاء ايمن نور ان في ناس حرقته وحاجات كده. المهم الفضيحه الثالثه بتاعت بورسعيد، احنا ننتظر، ما زلنا ننتظر الكشف عن اسماء فيها، وستظل فضيحه ان لم نعرف من المسؤول، ستظل فعلا فضيحه. طب انا هقفل معاكي بالخبر، الجميع يتبرأ من الفضيحة وشكرا. ممكن حاجه صغيره، نص دقيقه تتفضلي. معلش النبي يعذروني، هو اخر خبر بس، عسكر ده الشيخ عسكر رئيس اللجنه الدينيه في مجلس الشعب بيقول ان قروض الصندوق الاجتماعي اللي هو الحكومي ربا. انا موافقك يا شيخ، انا بس هنختم بحاجه صغيره جدا، اتفضلي. لا انا موافق اتفضلي الشيخ طبعا. عسكر جدا على انها ربا، بس هل ممكن حضرتك بكل علاقاتك مع الاخوان والجماعات الدينيه والسلفيين
واللي عندهم اموال نعلم انه اقلهم يعني مليونير، هل تقدر تقنعهم ان هم يدوا قروض للشباب للتزويج والعمل بدون ربا؟ ده السؤال. قبل ان نقفل باب رحمه للناس اللي بيروح قروض، مين بيروح ياخد قروض الصندوق الاجتماعي؟ الطالب الخريج الجديد اللي عايز يعمل مشروع يربي ارانب ولا يربي فراخ وياخد له 10,000 ولا 20,000 جنيه، هل الشيخ عسكر قبل ان يقفل باب الرحمه في القرض ابو ربا، هل فتح له باب اخر لما نسمع ان في 800 مليون جنيه جم لاحدى الجمعيات عشان تحفظ قران؟ انا بمعلوماتي في اسلامي في الدين الذي انتمي له في فقه اولويات، ال 800 مليون جنيه دول قبل ما كانوا يجوا لتحفيظ القران مع ما له من اهميه كبرى في دين الاسلامي، كان لابد ان تذهب في البدايه لمشروعات شباب، تزويج شباب، لعشوائيات وغيرها وغيرها وغيرها. يا شيخ عسكر وافقك ان هو ربا، لكن قبل ان تعلن الحرب على الناس في اخواتها قدم لهم حلول مبتكره يرعاها المليونيرات المسلمين، الخليج اللي بيقدم تمويل عشان جمعيات الجمعيه الشرعيه وكلام موثق، احنا مش بندعي على حد. بالزبط. ارجوكم قبل ان نفكر في حرق رزق الناس نقدم لهم ابواب ثانيه اخرى. بشكرك جدا وبعتذر عن اي اطاله. لا بشكرك جدا ايمان، فعلا انا كل مره ببقى سعيده جدا وانا معاكي في فقره الصحافه. شكرا. في تواصل رهيب، ربنا يستر ان شاء الله، بس كله تمام ان شاء الله. بنحاول نقول كلمه خير ولا نقصد الاساءه لاحد، لا طبعا، بس هي يعني نقول ايه، افكار مواطنين مصريين بيتساءلوا معاكم يمكن يصلوا الى حل. بشكرك. دلوقتي معانا تقرير عن المهرجان النوبي العربي الافريقي الاول يوم الثالث ختام، خليكم معانا.